مجلس الأمة ودهاليز مجلس الأمة. القضية تكليف وليست تشريف كما يراها البعض. في مجلس الأمة طريقين، طريق على اليسار سهل وناعم ومريح وحشم نفسي وحشمكم منه يا ابن عمي، وفي الطريق الثاني اللي هو طريق الترغيب. في طريق ثاني طريق الترهيب اللي ذهبوا له، ذهبوا لعبد الله بالترغيب حماه الله سبحانه وتعالى وأمانتكم اللي أعطيته إياها، ثم ذهبوا بعدما تعبوا وعجزوا من الترغيب ذهبوا إلى الترهيب بفاجعة وكارثة لم تمر على سياسي مع احترام كل التاريخ السياسي، بإعدام عائلة كاملة. والسبب موقف عبد الله البرغش. عبد الله البرغش قالها ويقولها، الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والقانون المدني الجزائي يقول العقوبة شخصية، ذهاب إلى أسرة وتحطيم كيان أسرة لمدة 3 سنوات، لا جناسي لا هويات لا وظائف لا رواتب لمدة 3 سنوات. ثبتنا الله سبحانه وتعالى ثم تعزيزكم يا بني عمي معي، والله لو أني فاتح المجال لكم قسما بالله لن تنترس البنوك من الملايين منكم، لكن كان الأمر بهذا الجانب. هي رسالة، هي رسالة. نحن قبيلة عز، نحن قبيلة شهامة، كبودنا فيها مر إذا تعرض أحد منا إلى الظلم. ما أردت في يوم من الأيام أن أسقط في هذا الاختبار، وثبتني الله وأسرتي فضل الله ثم فضلكم ووقفتكم معانا، حتى لا أكرس منهج من يقف الموقف اللي خاف الله سبحانه وتعالى نسحب جنسيته ثم يسقط. لا، أنا ما أسقط، أنا الله سبحانه وتعالى حافظني، وأنتوا يا بني عمي حولي وعلى يميني وقدامي وراي، ما خليتوا علي شيء.